من الشخصيات التاريخية اللي بحبها شخصية جان دارك. هل أنت فرحانة من المهنة بتاع السينما في سوريا؟ يمكن ناس كتير بتسألوا إذا كانوا هما بيتمتعوا بسعادة، فأنا بجاوب إن يمكن أنا من الناس اللي سعدة فعلا، سعيدة بمهنتي، مش بس لأنها مهنة تمثيل أو إنها فن أو إنها تعبير عن الإنسان، لكن لأنها بتتيح لي إن أنا أشياء جميلة، منها إني بلتقي بأصدقاء جداد، وفيها الأسفار وفيها التجارب، وكل شيء فيها باستمرار جميل وجديد. فدي من أسعد لحظات حياتي إن أنا بكون بأدي عمل. هل وجدت صعوبات عند محاولات السينمائية الأولى؟ الواقع برضو يمكن كنت سعيدة الحظ، ما قابلنيش صعوبات مادية، لكن يمكن صعوبات نفسية، الاستيعاب والمحاولة اني اكون في المكان اللائق اللي يجب ان اكون فيه، وده هو يمكن الشيء الوحيد اللي باستمرار بسعى اني احاول اكون جديرة بمكاني او بعملي. من هي الممثلة عربية اجنبية التي تفضلينها؟ الممثلة اللي انا اعتز بها جدا هي السيدة فاتن حمامة، ممثلة عربية. وفي الممثلات الاجانب بفضل جدا انجريد بيرجمان. ما رأيك في المسرح، وهل تفضلينه على السينما ام لا؟ في الحقيقة انا بقالي حوالي 10 سنوات ممثلة سينما، لكن في العام الماضي أتيحت لي عرض العمل على المسرح، فدخلت التجربة، وأعتقد أنها كانت تجربة جديدة وصعبة، لكن الحمد لله مرت بخير وبنجاح، وعملت مسرحية اسمها بامبا كشر. يمكن ده اسم غريب، لكن ده من يعني موضوع أو بامبا كشر، هذه سيدة من أوائل اللي ابتدأوا الفن في مصر، فأنا قعدت حياتها على المسرح، واستمر عرض المسرحية لمدة حوالي 4 أشهر وكانت ناجحة. لكن مع ذلك أنا ممثلة سينما وما أقدرش أغير الكارير بتاعي. رأيك في المرأة المغربية؟ اهم شيء ان دمها خفيف جدا، وبعدين فيها اصالة الشرق وحضارة الغرب، فاعتقد انها يمكن اكمل سيدة ممكن تقابلها. من المغنيين بتاع مصر المغنيات، من تفضلين؟ يعني تقريبا كل فنان له ميزة، لكن من أحب المطربين ليا بحب السيدة أم كلثوم، طبعا كلنا بنحبها، وشادية عبد الحليم، أستاذ عبد الوهاب. هل تزعج كلمات الأستاذ من المعجبين أو مضايقاتهم لك في التاريخ أو في الحفلات العمومية أو الخصوصية؟ بالعكس، أنا بعتبر دي أسعد لحظات ليا عندما بلتقي بالمعجبين، أو ما بعتبرش أبدا إن أي شيء يعملوه ممكن يخش أو يدخل في بند المضايقة، بالعكس. شكرا.
المهرجانات اللي شاركتي فيها وكمان الجوائز اللي نلتيها في حياتك المهنية في حياتك السينمائية؟ أنا اشتركت يمكن في أكثر من مهرجانات، منها مهرجان برلين وروما وفي موسكو وفي تشيكوسلوفاكيا ولبنان، لكن أنا بعتقد أن حقيقة أن طنجة ده أول مهرجان لها بتقيمه، لكن أنه موفق وأعتقد أنه ناجح، وأتمنى أن السنة الجاية يكون إن شاء الله ناجح وكامل. نعم، وإذا كان كذلك المهرجان متاعنا وهذا يشرفنا بأنه ناجح، عرفي بأنك عضو كذلك فعال في يعني أسباب نجاحه. عفوا. سيداتي سادتي، النهاردة هنقدم لكم المخرج المشهور الأستاذ حسام الدين مصطفى، اللي هو بيمثل الوفد في الجمهورية العربية المتحدة، والفيلم بتاعه برضو بيمثل الفيلم المصري. اسم الفيلم يا أستاذ حسام؟ جريمة في الحي الهادي. ممكن تدينا فكرة عن موضوع الفيلم؟ يعني فكرة صغيرة. فكرة صغيرة، هي في الواقع قصة حقيقية حصلت في مصر سنة 1944. ايوه. عن اثنين من الصهاينة اغتالوا اللورد الانجليزي اللورد موين. فالفيلم بيحكي قصة هذا الاغتيال وما حدث بعدها. هل تعتقد ان جريمة في الحي الهادي من احسن افلامك؟ هو في الواقع كده برضه، انا اعتبره من احسن الافلام. طب كنا نحب نسال سيادتك، بقالك قد ايه في عالم السينما؟ انا سني الفني حوالي 10 سنوات، لان انا بدات سنه 58. ايوه. واحنا دلوقتي في 68، وعملت خلالها حوالي 30 فيلم. ممكن نعرف ايه اهم اعمالك او اهم الافلام اللي انت بتعتز بيها؟ واحد منهم جريمة في الحي الهادي، والسمان والخريف والطريق والنضارة السوداء، دول اعتبرهم احسن افلامي. مين الممثلين او الممثلات الممثلات اللي انت بتحب تعمل معهم؟ طبعا مش نادية لطفي. الحقيقة يعني انا ما اقدرش اخير ما بين ممثل وممثل، كلهم متعاونين وكلهم كويسين، وانما بيرجع الى طابع الدور ان انا اختار مين في الدور ده بيختلف. كنا نحب نعرف ايه انطباعاتك وشعورك، واعتقد ان دي اول مره بتيجي فيها المغرب، ايه احساسك بالنسبه للمغرب وشعورك الفتره اللي انت قعدت فيها هنا؟ في الواقع الشعب المغربي على ما خبرته في خلال الاسبوع ده كريم جدا. Mm-hmm. Where...